مساء الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من أمام مستعجلات 20 غشت، اللحظة اللي نقلوا فيها جوج الأشخاص اللي تعرضوا الاعتداء على مستوى الوجه في درب ميلان من طرف واحد الشخص، هما الآن جابوهم 20 غشت على مستوى الرأس الوجه، يعني باش يديروا التصويرة، يعني مضروب ساطور ثقيل شوية، يعني يقدر تكون تا جمجمة متصابط لي في وجهه. جابوهم الأصدقاء ديالهم في سيارة الأجرة اللي شفتو في بداية المباشر هي اللي تنقلات. يعني معركة خطيرة تصابوا فيها جوج الأشخاص على مستوى الوجه، تم نقلهم من بوافي جابوهم 20 غشت، يعني 20 غشت تخصو ديال الرأس والوجه، زعما ديال الرأس الراديوات وداكشي التخصص ديالو هو اللي عندو شي ضربة في الرأس ولا في الوجه راه تيجي 20 غشت. أما الجاني لاد الفيران، يعني باقي متشدش. على فكرة هادو فصائل كروية، يعني واحد من دوك جوج اشخاص هو اللي واكل العصا، يعني هو اللي مضروب بزاف. إن عائلة أحد الأشخاص راجعوا معاه في طاكسي أحمر، جابوا صحابه والأم ديالو. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ننتهي هذا البث.